مخصوص من إيران، تمام؟ قال لي احنا نشوف البرنامج، هذا الفيديو إلك مخصوص من إيران، مستشفى تداوم 24 ساعة، مستشفى كبيرة أكبر من مدينة الطب تداوم 24 ساعة، بيها سونار وبيها إيكو وبيها عمليات صغرى وكبرى بإيران، بس مو للبشر، للحيوانات، تكرمون للكلاب، للبزازين، للمطاية، مو للبشر، أكبر من مدينة الطب. وإحنا أبو نعم نعم خامنئي نعم نعم خميني سرنجة ما عندنا بالمستشفيات. انطوهم الفيديو. يا الله، هاي الإخوان السلام عليكم. هسه إحنا بطهران، هذا المستشفى قدامنا أكبر من مستشفى مدينة الطب، ضاع الارتفاع مال البناية، هذا ارتفاع البناية ما أدري 20-30 طابق، وهذا المستشفى مالنا حكي بيناتنا ما نعرف فارس أول مرة، قوة لزقناها ردنا نطبيع عبالنا مستشفى عمومي، لأن شفنا كاتبين هنا كاتبين تحليلات وجراحة وحسب ما ترجم لنا الولد وأشعة وسونار وإيكو. بالنتيجة طلع المفاجأة أنه طلع مستشفى مال حيوانات بمارستان حيوانات. ها هنا ايش كاتبين عندك؟ شبانة روزي. سألنا الولد قلنا له شنو هاي؟ قال يعني ليل ونهار 24 ساعة. هاي الصورة مال كلب ومال طير، هذا أكبر من مدينة الطيب. عاش العراق العظيم، عاش السياسيين الأبطال بالعراق العظيم. هذا مستشفى طهران، تحشون على طهران، واللي مدحهم قالوا علي ذيل، هاي باوع جاده. ها اها بشرفك بشرفك، حاطينهم شو اسمه إيكو هنا ومفراز وسونار للكلاب والبزازين، وانا هناك حصر علي سرنجه. يعابي كم الله ان شاء الله، اي والله يعابي كم الله، لا يوفقكم ان شاء الله كلكم شلي عن قلعا. انا ما قلت الله لا يوفقكم، انا ما قلت الله لا يوفقكم شلع قلع، مواطن عراقي تمام وناقل الكفر ليس بكافر. هو قال الله لا يوفقكم شلع قلع، لك بإيران مستشفى أكثر من 30 طابق، أكبر من مدينة الطب، للكلاب، للمطاية، للحيوانات، وأنت تصيح من الصبح لليل، صار لك 12-13 سنة نعم نعم خميني تمام، ما بنيت مستوصف لأبناء بلدك. يلا بالعافية عليكم. زين شنو عندنا بعد حتى دا ناخذ ضيوفنا؟ اها ها هذا بس لأن الفيديو كلش قليل، بس اريد احكي عنه قبل ما